اللقاء الثقيل في وزن 91 كيلو جرام بين اللاعب الخبرة لاعب البطل الكازاخي فيسيل ليفيت في الركن الأحمر. سترون لقاء قوي أعدكم. إحسان روزباهاني، ليس أقل منه اللاعب إحسان القادم من إيران، اللاعب القوي جسمانيا وبدنيا كما وعدتكم. لقاء قوي، لقاء في الوزن الثقيل، ووقت المتعة والإثارة يزداد. حكم اللقاء من دولة الهند، كما يكون القضاة من سلوفاكيا والفلبين سنغافور ومصر. ناجي إسماعيل من دولة مصر العربية الشقيقة، ولدينا قاض من إيرلندا أيضا. خمس قضاة يقررون الفائز في وزن الثقيل هيفي ويت. تعليمات من حكم اللقاء في منتصف الحلقة. Touch gloves. Go back to your corner. Wait for the bell. بداية الجولة الأولى. لكمات استباقية من اللاعب الركن الأزرق جمهورية العربية الإسلامية، الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الجولة الأولى حرص وزن الثقيل، اللكمات القوية. لاعب الكازاخستاني لاعب ذو خبرة كبيرة في بطولات الدولية والقارية. حذر، تكون الجولة الأولى افتتاحية لدراسة كلا اللاعبين أحدهما الآخر حتى الرجوع إلى الزوايا وأخذ الإرشادات وكتيب التعليمات من مدرب المنتخب. ترقب من كلا اللاعبين. على الرغم من الحماس الكبير اللي تعطيه رياضة الملاكمة القتالية للمشجعين واللاعبين، إلا أنه ينبغي أخذ الحيطة والحرص والانتباه لكل شيء. Keep yourself protected all the time. لا تحصر نفسك في الزاوية. العديد من القواعد والقوانين والقواعد المطبقة في معايير السلامة. لكمة قوية. الركن الأزرق في استعداد، والكازاخي في هجوم. مدارس تتقابل في هذا اللقاء. لكمة يمنى ويسرى، لكمة خطافية لكن لم تصب الهدف. كلا اللاعبين، لكمة قوية نحو الجذع من الركن الأزرق، يتبعها لكمة من الركن الأحمر. كلا اللاعبين في الوضعية الاعتيادية الأرثوذكس. نعم، مجموعة من لكمات، الحكم إيقاف مؤقت لإعطاء تنبيه شفوي للركن الأحمر برفع الرأس عاليا. العديد والعديد من الرياضات، لكل رياضة قوانينها ومصطلحاتها. نأخذكم في بعض التعريفات بالمصطلحات الملاكمة. هناك لكمات مستقيمة مباشرة وتسمى بالجاب، توجه باليد اليمنى أو اليسرى ناحية رأس الخصم مباشرة أو إلى الجذع أو البطن، وهي من أهم اللكمات الملاكمة. نهاية الجولة الأولى هي من أهم لكمات الملاكمة بقبضة اليد، وهي مغلقة تماما، فتعتبر هي كلمة السر في الملاكمة. يكون الجاب أكثر الضربات وضوحا للحكام، وبالتالي هي من أهم الضربات المستخدمة في اكتساب النقاط. يأتيكم أيضا اللكمات الجانبية أو الهوكس، كما نرى في الإعادة الهوك الأيمن والأيسر من الركن الأزرق. لو أصاب الهدف لتغير الكثير في مجريات اللقاء.
في الوزن الثقيل. الهوكس هي اللكمات الخطافية وتوجه ناحية الرأس والأضلع، وتعتبر اللكمات الجانبية من أهم اللكمات في عالم الملاكمة، وتنقسم إلى لكمات حسب الهدف، منها الجانبية الموجهة للرأس الخطافية التي إذا وصلت إلى الذقن تتسبب في الدوار أو فقد اللاعب توازنه إن لم يقم بالحماية، ويجب عليه دائما وضع اليد في زاوية 90 للحماية. هنالك أيضا اللكمة المتقاطعة الكروس، والتي تصدر من الخلف باتجاه الأمام، وتتميز هذه اللكمات بالقوة، يقوم اللاعب بالتركيز قوة جسمه بشكل كامل لتنفيذ اللكمات. مجموعة من اللكمات القوية ذات الجودة من كلا اللاعبين، الأحمر والأزرق، الأحمر من كازاخستان والأزرق من إيرلندا، آسف إيران. الحكم يعطي إشارة للبعد عن الحبل ووضع اللاعبين في منتصف الحلقة واستكمال اللقاء. اللاعب إحسان من إيران يجابه اللاعب ليفيت من كازاخستان، ونرى اللكمات القوية المؤثرة من كلا اللاعبين، واللكمة صاعدة قوية. هذا الوزن الثقيل واللكمات القوية، قد لا تكون اللكمات بالسرعة المرجوة ولكنها لكمات قوية ومؤثرة. لكمة قوية ومؤثرة. الحكم يطلب من الأزرق عدم الضغط للأسفل للركن الأحمر. لكمة خطافية يمنى لم تصب. اللاعب الكازاخي حذر، واللاعب الإيراني إحسان في حالة هجوم. لكمات متنوعة ذات جودة عالية. لكمة قوية يسرى ثم يمنى مستقيمة. اللكمة المتقطعة الكروس هي نوع من اللكمات تمتاز بالقوة وبتركيز الجسم. تؤدى هذه اللكمة من اتخاذ وضع الملاكمة وتحريك إحدى القدمين إلى الأمام مع دوران منطقة الجذع، وتكون من اللكمات التي يمكن لها أن تسبب إصابة كبيرة أو إخلال بتوازن الخصم إن لم يقم بالحماية بشكل صحيح. هناك أيضا اللكمة الصاعدة الأبر كات، توجه اللكمة الصاعدة إلى الأضلاع أو المعدة أو أسفل الفك، وتكون أيضا من اللكمات القوية والمؤثرة، بل من أقوى اللكمات في عالم الملاكمة. يعطي الحكم إشارة بالانفصال وعشر ثواني حتى نهاية الجولة الثانية من هذا اللقاء القوي واللكمات المتواصلة. ونهاية الجولة الثانية، إحسان عد إلى زاويتك، واللاعب الركن الأزرق أيضا إلى الزاوية، الركن الأحمر إلى الزاوية، وأخذ قسط من الراحة، ماء وثلج ونصائح في فترة الراحة. لكل ملاكم أسلوب خاص في القتال وقدرات خاصة تعمل على إظهار القوة والذكاء والتحمل أثناء المباريات. انظروا لهذه اللكمات، هالمقدمة من مخرج هذا اللقاء، لكمات قوية. اللاعب الإيراني لاعب قوي، الكازاخي في مراوغة من اللكمات القوية في هذه اللقطات. أعزائي المشاهدين، انظروا إلى هذه اللكمات القوية التي تصيب تارة وتخطئ تارة أخرى، ويبدو اللاعب الكازاخي في وضع حرج. هذه المرة اختبار قوي للجبال الكازاخية. الجولة الثالثة والأخيرة، مجموعة من اللكمات من اللاعب الإيراني في الركن الأزرق، وتصدي وهروب وزوغان وتنافسية وتحمل من الركن الأحمر الكازاخي. لكل منهما القدرة على تغيير مجريات المباراة وإقناع القضاة
بأحقيته للفوز، لكمة قوية جدا في الوزن الثقيل. يجب على كلا اللاعبين إظهار القوة والذكاء والتحمل أثناء المباريات. منافسات قوية وعنيدة. لياقة بدنية عالية لكلا اللاعبين في هذا الوزن للوصول للجولة الثالثة بهذه القوة. الحكم يطلب من اللاعب الكازاخي إبقاء الرأس عاليا لضمان السلامة. مجموعة من اللكمات وسقوط، لكن من غير لكم، يشير الحكم إلى أنه سقوط ولكن دون لكمة مؤثرة، ويطلب مسح القفاز للأمان أو للسلامة ويستكمل اللقاء. ولكمة قوية يمنى من اللاعب الإيراني، اللاعب إحسان الذي يجيد الضربة المستقيمة اليمنى. انظروا إلى التعب والإرهاق، ولكن كل التحية لكلا اللاعبين على الوصول للجولة الثالثة بهذا اللياقة وهذه القوة وهذا الإصرار. ولكمة يمنى قوية ويكررها مرة أخرى اللاعب الإيراني، ومجموعة من اللكمات. لا زالت الطاقة موجودة، لا زال لكمة صاعدة يسرى نحو الكبد تحديدا. اللاعب الكازاخي لا شك أنه تأثر بهذه اللكمات وهذا الإصرار الإيراني القوي. لكمة يمنى تخطئ الهدف، ويعود اللاعب الكازاخي الثاني لمحاولة التسديد. اللكمات الناجحة التي تصل إلى الجسم، ولكن اللاعب الإيراني خصم عنيد. الحكم متابعة حادة لمجريات اللقاء. لكمة قوية من اللاعب الكازاخي. الدقيقة الثانية واثنان وعشرون ثانية، واللكمات تستمر أعزائي المشاهدين عبر الأثير. لا زالت اللكمات تتوالى، ولكمة يمنى ويسرى من الركن الأحمر اللاعب الكازاخي. القوة الجسمانية، تلك الجبال التي تتحرك على هيئة لبس أحمر، ولكمة يمنى قوية في وجهة نظري تستوجب العد. اللاعب الكازاخي يختل توازنه. أين أنت؟ الحكم يجب العد على الكازاخي، وينقذه الجرس وليس الحكم. يا رب، اللاعب الإيراني في الثواني الأخيرة أهدى اللاعب الركن الأحمر هدية قوية قبل ختام اللقاء. لم يشفق عليه الحكم وأشفق عليه الجرس في انتظار إعلان نتيجة هذا اللقاء. أعزائي المشاهدين، Ladies and gentlemen, the winner by split decision in the red corner representing Uzbekistan. الفائز من وجهة نظر القضاة كان الركن الأحمر كازاخستان بنتيجة منفصلة split decision 4-1. ألف مبروك للمنتخب الكازاخستاني على الفوز. من وجهة نظر القضاة كان الأقرب للنصر والأقرب للفوز. أعزائي المشاهدين في كل مكان عبر قناة دبي الرياضية وقناة أبو ظبي، يسرنا في هذه اللحظات أن نستضيف السيد عبد الله الزعابي والجنود المجهولين لإنجاح البطولات الإماراتية والمشاركات الدولية. نرحب بك سيد عبد الله. يا مرحبا فيكم وعلى المشاهدين الكرام. سيد عبد الله، الإمارات أصبحت منارة في إدارة البطولات الدولية والقارية، ما هو السر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السر يطول لي بعمرك العمل كفريق واحد. في الاتحاد تعودنا على أن نحن نلعب ونشارك مجموعات، يعني ليس العمل منفرد، ولكن العمل منظم مخطط يقوم فيه فريق عمل كشخص واحد.
الاتحاد سخر كل الإمكانيات لخدمة الاتحاد الآسيوي في إقامة هذه البطولة مع قصر المدة. يعني نحن اشتغلنا على هذه البطولة في خلال 20 يوم. هناك بروتوكولات صحية واحترازية لابد تطبيقها في هذه البطولة، وهناك نظام